كنا في بداية الحلقة بنتكلم مع حضراتكم عن نجمنا إيهاب أمين كرة السلة، واللي تم شفائه ورجع هيشارك إن شاء الله المباراة اللي جاية. ويبدو أن كل من اسمه إيهاب أمين كتب عليه إنه يبقى بطل ونجم. أنا هتكلم عن إيهاب أمين برضو، دكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، عمل مفاجأة يعني مدوية. هو رئيس اتحاد الجمباز المصري وتقدم للترشح رئيس اتحاد الجمباز الأفريقي. عادي، ما خبر عادي، ولكن اللي مش عادي ان اللي في المنصب ده كان شخصية جزائرية او كابتن جزائري اسمه كابتن علي زعتر، رئيس الاتحاد الافريقي لسنين طويلة مكتوبة باسمه عشان تهز المكان ده، او حد بقاله كتير بيكسب في الانتخابات وقاعد في مكان بيبقى صعب. دكتور إيهاب أمين نجح انه يفوز برئاسة الاتحاد الافريقي في الانتخابات اتعملت اول امبارح في تركيا على هامش اعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة، يعني اعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة عملوا انتخابات الاتحاد الافريقي هناك بالمرة. ألف مليون مبروك للدكتور إيهاب أمين، يعني عامل شغل كبير جدا في اتحاده، اتحاد الجمباز. شفنا إنجازات كبيرة على المستوى الفني وعلى المستوى التنظيمي وعلى المستوى القاعدة المشاركة اللعيبة على مستوى مصر. كان لازم يكون معنا الدكتور إيهاب أمين عشان نعرف مزيد من التفاصيل ونبارك له عبر الهاتف. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك كابتن هيثم، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. ألف مليون مبروك، رفعت راسنا ورفعت راس مصر كلها كابتن. الحمد لله، والله الحمد لله، يعني ربنا اكرمنا والحمد لله. يعني كلمنا عن كواليس الفوز ده وازاي استعدت له، لان طبعا معركه الانتخابات لما بتكون على مستوى قاري او دولي بتبقى عنيفه وتبقى عايزه اتصالات قويه. عملت ايه؟ بص انا هقول لحضرتك تحليل، يعني مش هقوله لحد تاني غير حضرتك، لان حضرتك يعني من اكثر الناس اللي متابعه معانا او الوحيد اللي متابع معانا في الجمباز بالتفصيل، ويمكن عامل لنا دعم اعلامي كبير جدا للاتحاد ومتابع كل خطوه وخطوه في الاتحاد. هي طبعا الحجم الانجازات اللي اتعملت في الفتره اللي فاتت في مصر بسبب الـ 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 الوزاره ودعم الوزاره والدعم اللي موجود في الدوله المصريه للرياضه بشكل عام، احنا استغلناه في الجمباز بشكل خاص وقدرنا الحمد لله نحقق حاجه مختلفه. والانجازات دي سمعت على المستوى الدولي، فبالتالي بقى في بقى عندك القابليه او الناس متقبله ان انت لما تترشح لمنصب الناس بقى في قبول لإيهاب أمين اللي جاي من مصر اللي عامل شغل في بلده ودولته دعمه. ده عشان بس ادي كل واحد حقه الاول. لما جينا نتكلم في موضوع الاتحاد الافريقي من اربع شهور، بدا الموضوع الاول مع وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه. انا طلبت منهم، وانا ممكن كنت ابعت ترشيح على طول، ما حدش هيقول لي انت بتعمل ايه، ده حقي كرئيس اتحاد. انما انا الحقيقه بعت اللجنه الاولمبيه وبعت للدكتور اشرف صبحي وخدت موافقه الوزاره وخدت موافقه اللجنه الاولمبيه وخدت الموافقه بالدعم اللي هيتقدم ليا كمرشح وللاتحاد الافريقي، لان النقطه دي فيها طبقا للائحه الاتحاد الافريقي انها فيها نقل مقر من الجزائر لمصر. فلازم الدوله المصريه هنا تتحمل هذا العبء لنقل المقر واستضافه المقر في مصر. على فكره الاتحاد الافريقي تقريبا يعني انشئ سنه يعني في اوائل التسعينات او يمكن في اواخر الثمانينات، ومن يوم ما انشئ وهو موجود في مع الاخوه الجزائريين في الجزائر. يمكن ده اول رئيس اتحاد يجي من يعني توالى رئاسه الاتحاد الاستاذ يماني، وجاء من بعده الاستاذ علي زعتر اللي هو كان موجود حاليا في رئاسه الاتحاد. يعتبر ثالث واحد منذ انشاء الاتحاد الافريقي هو يعني الحمد لله انا موجود النهارده في رئاسه الاتحاد الافريقي. ففي خطوه اللي هي نقل المقر، فكان لازم الوزاره تبقى عندها خبر واللجنه الاولمبيه يبقى عندهم خبر، وفعلا قالوا لي احنا معاك واحنا في ظهرك والدوله في ظهرك. وفعلا سواء اللجنه الاولمبيه بعتت السي في بتاعي بشكل قوي جدا وانتشر على كل ال 22 دوله اللي كان المفروض يجوا الانتخابات. الوزاره يعني فعلا وزاره الخارجيه برضو دكتور اشرف خاطب وزاره الخارجيه، وزاره الخارجيه خاطبت جميع الاتحادات السفارات اللي موجوده في الدول الافريقيه، وهم بالتبعيه خاطبوا ال وزارات الشباب والرياضه اللي موجوده هناك. فدي ده كان الجزء الاول. الجزء الثاني الاخ الكبير اللي هو احمد رئيس الاوكسا. الاوكسا هي اتحاد الاتحادات الافريقيه، يعني هو مجلس الاداره. انا بشرحها للساده المشاهدين، يعني الاوكسا هو مجلس اداره اتحاد الاتحادات الافريقيه كلها. الحقيقه انا رحت له وقعدت معاه، وكان كنت قاعد مع علي الوزير
وبكلمه قال له احنا عندنا ايهاب نازل، وهو يعني اخ عزيز ليا وعلاقتي بيه بقالها كتير قوي، وهو اول مره قال لي بصراحه هي مفاجاه ان انت عايز تاخد الخطوه دي يعني، وقال لي يلا بينا نبدا نشتغل. وفعلا، وعلى فكره يا استاذ علي زعتر انا هقول لك بقى معلومات الكواليس، كلم الاستاذ احمد يعني قال له يا احمد دي يعني ما ينفعش حد، قال له والله انت اخويا الكبير وياب اخويا الصغير، بس والدي طلب مني ان انا اقف جنب اخويا الصغير، والله لن انسى هذه الكلمه دي يعني. ويمكن قلت لحضرتك في الاول هقول لحضرتك حاجات ما حدش يعرفها. وبدانا نشتغل على الانتخابات يعني، والموضوع بدا يتطور ويزداد صعوبه، بالغه يعني، كل ما كنا بنقرب على الانتخابات كان الموضوع ما بيبقاش اسهل، بالعكس كان بيبقى اصعب. حد انا وانا هناك يعني واحنا في انطاليا كان عندنا انتخابات الاتحاد الدولي، انتخابات الاتحاد الدولي كان عندنا اثنين مرشحين نهى عبد الوهاب ونهاد زايد. نهاد زايد اه. نهى نازله على منصب كبير جدا اللي هو رئاسه اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي للطباز الايقاعي. المنصب ده ما حدش مسكه غير يا روس يا بلغاريين، حدش تاني ولا جنسيه ثانيه هوبت ناحيته. فلما تيجي تقول واحده مصريه من افريقيا يعني هتخش لهذا المنصب، كان هي نهى عندها المقومات، وعلى فكره هي طلبت مني انها كانت تترشح للمكتب التنفيذي وانا رفضت. قلت لها يا نهى ده الكارير بتاعك ودي الكواليفيكيشن بتاعتك، وانت تستحقي تبقي هنا وهنكمل هنا وهنقف هنا، ولو خسرتي هنا تخسري وانت بتدافعي وبتحققي احلامك. احنا مش بندور على مناصب، احنا بندور على المكان اللي تقدري تكملي فيه وتخدمي فيه، وهو ده المكان الصح، علشان انا لما اجي اعمل لك برزنتيشن عند الناس ابقى انا مقتنع واعرف اقنع الناس. وكانت المرشحه قدامها روسيا اللي هي رئيس اللجنه الحاليه، حصل مشكله عندهم في روسيا، روسيا سحبت المرشحه بتاعتها. مرشحه اشتكت في لجنه الاثكس فاونديشن في الاتحاد الدولي، ودي لجنه الاتحاد الدولي عاملها موجوده في كل الاتحادات الدوليه، وقرارها ينفذ على الاتحاد. الموضوع تطور، هي جابت محامين والاتحاد الدولي جاب محامين، وعملنا ميتنج او اتعمل اجتماع للجنه تقيم الوضع ما بين الاطراف. الكلام ده كان يوم كام؟ يوم 5 قبل الانتخابات بيوم. اللجنه دي انا حضرت وكان فيها 8 محامين سويسريين. الاجتماع ده اتدار 8 ساعات، وفي الاخر طلعنا غلطه يعني طلعنا غلطه في اللائحه للاثكس فاونديشن اللي هم كانوا باينين عليها قرار رجوع المرشحه بتاعت روسيا في اخر 5 دقائق في الاجتماع. وبناء عليه بعديها ب3 ساعات طلع قرار اللجنه المحايده اللي هي بتفصل ما بين الاطراف كلها باستبعاد المرشحه الروسيه، ونهى عبد الوهاب كسبت بالتفكير. ده كان اول جزء. الجزء الثاني نهاد زايد، اقوى واحده من اقوى 10 محكمات في العالم، معروفه جدا كاتيجري 1 هو اعلى كاتيجري للتحكيم. رئيسه اللجنه الفنيه نفسها في الاتحاد الدولي طلبت مني شخصيا ان نهاد تبقى معاها. جينا نشتغل انتخابات، حضرتك عارف ان انا يعني الحمد لله يعني بفهم في الانتخابات شويه او محترف انتخابات شويه. صحيح. بدأنا نشتغل وعندنا علاقات مع الناس هناك، وبدأنا نشتغل وعملنا تواصل مع الاتحادات الدوليه ورؤساء الاتحادات الدوليه في كل الدول. وكان عندنا طبعا قبليها بطوله العالم، رحنا وكانت موجوده نهاد هناك من الاتحاد الدولي، يعني الاتحاد الدولي هو اللي بياخدها في بطولات العالم كسوبرفايزر على البطوله. وكانت موجوده واشتغلنا هناك شويه وكملنا هناك. كانت في اليابان ونانسي خدت رابع على ما اتذكر. بالظبط كده، بالظبط كده. وجينا في الانتخابات بقى يوم 6 ومرحله التصويت. اعلى اصوات في جميع اللجان نهاد زايد رقم 1، 74 صوت وسط ذهول كل محترفين الانتخابات اللي موجودين. لدرجه ان يعني اطلقوا علينا بيقولوا لنا انتوا ايجيبشن مافيا. جه علينا اليوم اللي نسمع كده في الانتخابات، والله العظيم يعني بجد. والله والله يا فندم يعني انا في قاعده كانت معموله واتقال احنا لازم ندرس المصريين عملوا ايه عشان يعملوا كده. على فكره كل الناس متقبله وجود نهاد، بس السكور ده خلاها طلعت في الاولى وبقت الفيرست فايس بريزدنت بتاعت
رئيس اللجنه، النائب الاول. طبعا يعني، وعلى فكره التيم اللي كان شغال مع بعضه كنا نازلين على كذا منصب من كذا دوله، كلنا اللي اشتغلنا مع بعض كلنا حققنا التارجت وكلنا نجحنا. وفي غيرنا الحمد لله لم يوفقه الحظ. طب قول لي يا دكتور، انا عايز اسال حضرتك سؤال. انت انتخاباتك الشخصيه اول ما بدا وضع جمال عمر يتقلب لصالحك، انا سمعت ان الكابتن علي زعتر حاول زي ما بيقولوا ايه يعني كرسي في الكلوب كده زي ما بنقول. ما انا هقول لك اهو دلوقتي. قول لي. خلصنا الانتخابات دي اثارت الجدل والناس كلها بقى لفت، تعالى الراجل ده اللي عمل قلبان في الاتحاد الدولي ده ما ينفعش ينجح بعد بكره. وحصل هجوم مضاد ان انا ما نجحتش. انا كان معايا ساعتها من ال 17 صوت اللي المفروض ليهم حق التصويت كان معايا حوالي 14. حلو. كل ساعتين ثلاثه بتعدي بتلاقي واحد بيقع منك. لدرجه ان انا اتصلت هنا في مصر قلت لهم الحقوني انا مش قادر اكمل لوحدي. والله هذا الكلام انا مش مكسوف من اللي حصل. اتصلت هنا باللجنه الاولمبيه وبالوزاره قلت لهم الحقوني، واللي هو احمد نصر ما بص ما فوتش ثانيه، المهندس هشام حطب طلباتك ايه؟ معالي الوزير كلمني بالليل قال لي اثبت احنا معاك، قلت لهم يا جماعه انا لوحدي هنا هموت. يعني الله الله على الدوله المصريه. الله بجد على الدوله المصريه، يعني كلها بكل اجهزتها واقفه جنب يعني جنبك في المعركه دي. فجت بقى الانتخابات وبدانا الانتخابات وطلع التصويت. عارف حضرتك فرز الاصوات ماشي يعني، الاول انا اول ورقه طلعت ليا، بعد كده ثلاثه للاستاذ علي زعتر، بعد كده ورقه واحده ليا، بعد كده اثنين للاستاذ علي زعتر. طبعا احساس خلاص انت خسرت. انت بتخسر. بعد كده اربعه ليا، بعد كده مشينا خمسه خمسه، سته خمسه، سبعه سبعه سته، سبعه سته، سبعه سبعه، بعد كده هو ورق بقى ثمانيه، واللي وراهم كلهم ليا. لحد ما كسبت 9 8 كانت طبعا احنا فرحنا ما لحقتش افرح الحقيقه. انا حصل لي حاله يعني ارتخاء يعني بص مش عارف انت طبعا يعني. طبعا طبعا يعني معركه شديده وعلى اخر على اخر صوت بالظبط كده. كان طبعا ساعتها لا في ناس مش عاجبها الكلام، وحصل مشكلتين ثلاثه كده في الجمعيه العموميه كانوا بيحاولوا يبوظوا الجمعيه العموميه. انما بكل حكمه وجبت اطراف الموضوع وخدتهم بره، هم رؤساء اتحادات لدول صديقه يعني، وقعدنا 10 دقائق بره، رجعت الناس كلها داست بعض وحضنت بعض، واللي اتنازل للتاني وده قال له انت الكبير وده قال له انت اخويا، ولمينا الموضوع والامور الحمد لله هديت. الانتخابات دي بقى حضرتك اجتماعنا كان بادي الساعه 9 الصبح، الانتخابات بدات الساعه 6، خلصنا الساعه 11 ونص بالليل. يا خبر ابيض، ده علقه موت يا دكتور، ده علقه موت، ده مش انتخابات، ده ماتش ده ولا ايه؟ ده ماتش مش هيحصل فيه كده. في حد يقدر يستحمل 12 ساعه؟ لا طبعا. بس لا بس مين دكتور ايهاب يعني امين عنيد؟ لا احنا عارفينك يا دكتور، عارفينك يعني في ما شاء الله عليك. انا اتقالت لي كلمه من شخص قوي جدا 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 في الاتحاد الدولي قبل الانتخابات بيوم، قال لي انا مش عايزك تتصدم بكره. قلت له ليه؟ قال لي كل الناس اللي بتقول لك احنا معاك مش معاك. ده تحبطك في حد بيتصدم. والله رديت عليه قلت له في حد بيتصدم لما بيكسب؟ ده كان الرد. وكان عشم في ربنا كبير جدا. والحمد لله ربنا ما خذلكش. بس يا دكتور ان شاء الله تكون معانا حلقه بقى ونفرد الكلام ده كله على الترابيزه. وبشكرك يا دكتور ايهاب جدا، والف مليون مبروك دكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري والافريقي للجمباز. بشكرك شكرا جزيلا.